And of course, being Switzerland, carrying the Swiss flag, this project could not have happened without the help and support here in Abu Dhabi, but all around the world, from the Confederation of Switzerland. With great pleasure, our Vice President, Madame Doris Lutau. أود أن أقدم السيدة دوريس لوتاو نائبة الرئيس. Two exceptional people. شخصان استثنائيان يجب ربما ألا أعرفهما. هما ألهما العالم وأحدثا فرقا. شخصان تمكنا من الدفع بالحدود ونفسيهما، وأيضا تحملا مجازفات شخصية، وألهموا الكثير من الأشخاص في إحداث فرق بطريقة التفكير بطريقة مختلفة، وأيضا النظر في سبل جديدة للعمل في الطاقة، ليس فقط من خلال الأفعال بل أيضا الأقوال. قاموا باجتياز 45,000 كيلومتر في الجو الطيران. Your Excellencies, can I invite you to take a seat? تفضلوا بالجلوس لو سمحتم. Your Excellency Dr. Sultan, as our host, may I invite you to kick off the press conference, please. تفضل بافتتاح المؤتمر الصحفي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Your Serene Highness, Mrs. Vice President, صاحب السمو السيدة نائبة الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، Good morning. وسائل الإعلام، السيدة والسادة، صباح الخير. This is truly a historic day. إنه يوم تاريخي بامتياز. That stands firmly يوم alongside the achievements of the great pioneers of aviation. على إنجازات رواد الطيران. The United Arab Emirates. دولة الإمارات العربية المتحدة وأبو ظبي. To welcome back. فخورة وتتشرف بالترحيب بالدكتور برتراند بيكار واندري بوتشبرغ بعد نجاحهما الرائع بالطيران حول العالم بالاعتماد على الطاقة الشمسية ولا شيء غير الطاقة الشمسية. معا قمتما بإلهام العالم. لقد قمتما بالدفع بحدود التكنولوجيا واستكشاف آفاق جديدة. والأهم من ذلك هو أنكما قمتما بجذب انتباه العالم وبنشر رسالة بالغة الأهمية تقضي بضمان مستقبل مستدام يقوم على التقنيات المستدامة والنظيفة. عندما أقلعت طائرة سولار إمبلس من أبو ظبي العام الماضي، ادعى أشخاص كثيرون بأن هذه المهمة ستكون مستحيلة، لن تتمكن طائرة من الطيران حول العالم وهي تعتمد على الطاقة الشمسية فقط. اليوم أثبتت سولار إمبلس عكس ذلك، وأثبتت أن المستحيل بات ممكناً وأن لا حدود للابتكار. مصدر أبو ظبي ومصدر وسولار إمبلس تتشارك الروح الريادية نفسها، والتزاما بالدفع قدما بالتقنيات الابتكارية النظيفة التي من شأنها أن تضمن التنمية المستدامة وازدهارنا في المستقبل. For مصدر to be involved
لقد شاركت مصدر في هذه المبادرة وأسهمت في هذا المشروع العظيم، وهذا يعتبر مصدر فخر بالنسبة إلينا جميعا هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. رائدة في مجال تطوير التكنولوجيات والتقنيات النظيفة على صعيد المنطقة والعالم، نحن ملتزمون بدعم مبادرات خلاقة مثل Solar Impulse، مبادرات من شأنها أن تكون ملهمة وأن تضمن مستقبلا مستداما. وقد أثبتت Solar Impulse إلى أي مدى يمكن أن يكون تطبيق تقنية الطاقة الشمسية ممكنا ومستداما، ويوفر ذلك بيانات قيمة تسمح بتحقيق تقدم في مجالين: أولا تخزين الطاقة، وثانيا كفاءة الطاقة. وفي مصدر نحن متحمسون جدا إزاء الأفاق اللامحدودة للطاقة الشمسية، وسوف نكون من دون أي شك جزءا من الدفع قدما بهذه التقنيات إلى المرحلة المقبلة. السيدات والسادة، معا مصدر وسولر إمبولس وكل شركائنا المهمين الذين انضموا إلينا في هذا الحدث التاريخي، جميعنا نتشارك الروح نفسها والرؤية المشتركة. جميعنا نعتنق روح الابتكار والدفع قدما والطموح، وذلك من أجل المساعدة في تأمين مستقبل أكثر استدامة للأجيال المستقبلية. إن نجاح Solar Impulse في هذا اليوم يعتبر حجر أساس إضافي على طريق إنجاز هذا العمل المشترك. أود أن أشكركم، أن أشكر كل الذين شاركوا وساهموا في هذا النجاح الكبير وسمحوا في وضع حجر الأساس هذا في مجال الطاقة الشمسية والطيران. شكرا جزيلا. شكرا معالي الدكتور سلطان الجابر لهذه الكلمة. وبعرف عن نفسي حسن رديني، مشارك الإماراتي في فريق Solar Impulse. أول شيء بغيت أشكر شركة مصدر والدكتور سلطان لدعمهم المستمر لمشروع Solar Impulse. وبعدين بغيت أشكر بزيادة إنه مو بس دعم المشروع، ولكن حث الشباب الإماراتي وحث واحد حث شاب بادي في حياته أنه مو بس أنه يشارك في مشروع ضخم ولا لمسات متعددة في مختلف السكترز. والحين بس أقدمه I want to introduce His Serene Highness Prince Albert to give his commencement speech as well. إذن أعطي الكلمة للأمير ألبرت صاحب السمو. شكرا جزيلا دكتور سلطان الجابر، السيدة نائبة الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، وسائل الإعلام، السيدات والسادة بيتران وأندري العزيزين. لابد أيضا من ألا ننسى أيضا زوجتي هذين الطيرين اللتين قدمتا الدعم لهما. أود أن أقول بدء بضع أمور. أولا أنني سعيد جدا لأكون بوجودي هنا اليوم. أشكرك سيدي وأشكر سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة وأبو ظبي لهذا الاستقبال الرائع، وأيضا لكون أبو ظبي ليس بداية هذه المغامرة بل نهايتها أيضا. لقد كانت مغامرة لا تصدق، ونحن فخورون جدا في موناكو وفي جمعيتي كوننا شركاء في هذه المغامرة الرائعة.
أيضا أن نستضيف مركز الرصد وأود أن أشكر الفريق برمته ليس فقط أعضاء المركز في موناكو بل أيضا هنا والفريق الذي يرافق سولار إمبولس وأعتقد أنهم قاموا بعمل رائع وأعتقد أنه من دون فريق موجود في موقعين لم يكن أو لما كان في الإمكان تحقيق هذا الإنجاز. لقد حالفني الحظ بفضل بيرتران أن أكون جزءا من هذا المشروع منذ مراحله الأولية وأن أسهم في غرضي وهدفي سولار إمبولس وما كانت تحاول أن تحققه بالإضافة إلى الرسالة التي حملتها وأنا سعيد للغاية لأن هذه المهمة كانت ناجحة ولأنها أيضا جذبت الاهتمام إلى التقنيات النظيفة وكفاءة الطاقة بالإضافة إلى كل هذه التقنيات الأخرى الواعدة وآفاق توفير مستقبل أكثر استداما لنا جميعا وأعتقد أن هذه رسالة لابد من أن نحملها وننقلها هذه ليست نهاية المغامرة برأيي إنها البداية البداية الواعدة للتقنيات النظيفة ليس فقط الطاقة الشمسية بل الطاقة المتجددة واستخداماتها في مختلف أنحاء العالم ليس فقط في مجال الطيران ووسائل النقل الأخرى ولكن أيضا في حياتنا اليومية وإذا ما تمكننا من تحقيق مزيج الطاقة هذا في كل ما نقوم به وننوي أن نقوم به سيكون لدينا مستقبل أكثر نظافة وإشراقا بالنسبة لنا جميعا أشكر أندري وبيتران وكل فريق سولار إمبولس على هذا اليوم التاريخي في مجال الطيران ولكن أيضا اليوم التاريخي في مجال الطاقة النظيفة وأعتقد أنه يتعين علينا وعلى الأجيال المستقبلية أن نمضي قدما ونحسن هذه التقنيات في المستقبل وأنا سعيد للغاية ومتأثر جدا لأنني سأتمكن من أن أخبر أطفالي يوما ما بأنهم ولدوا قبل هذه المغامرة الرائعة بوقت قليل وسوف أخبرهم قصة هذه المغامرة التي أسهمت في تكوين مستقبلنا ومستقبلهم على كل ذلك بيتران وأندري وكل الذين عملوا في سولار إمبولس أقدم لكم جزيل الشكر ونحن سوف نحمل فينا روح سولار إمبولس وندفع بها قدما سوف أقتبس هنا ما قاله أنطوان دو سانت إكزوبيري المؤلف الفرنسي والذي كان طيارا هو بحد ذاته قال في المستقبل يجب أو المستقبل يجب ألا تحلموا به فقط بل يجب أن تحققوه شكرا على تحقيق الحلم وإطلاق مستقبل تمكيننا في المستقبل شكرا جزيلا Thank you, Monsignor, for those very inspiring remarks. شكراً Solar Impulse, an idea born in Switzerland. We proudly carry our Swiss flag. And with this, I have the great pleasure of introducing somebody who's not only the Vice President, but somebody who's also supported the project in your capacity as Minister of Environment, Vice President, كوزيرة للبيئة, Doris Nortau. الكلمة لك, تفضلي. Well,
أصحاب السمو وأصحاب المعالي والسعادة سيدات وسادة، شكرا جزيلا. إنني موجودة هنا لأن هذا اليوم استثنائي جدا حتى بالنسبة إلى سويسرا، باسم أندري وبيتران وكل الفريق. أشكر أيضا ميشيل، أود أن أنقل إليكم تهانينا لنجاحكم الكبير. الجميع فخور بكم. ويأتي هذا الحدث في وقت يحتاج فيه العالم إلى التفاؤل. فخلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية رأينا كوارث ومآسي صعبة جدا في مختلف أنحاء العالم، وهناك بعض الناس الذين لا يستبشرون خيرا بالمستقبل، ولكن سولار إمبولس كانت مصدرا لإلهام للكثيرين، وهي تعطي الأمل وتقول إن باستطاعتنا أن نوجد عالم أفضل، وأن هناك سببا للتفاؤل وللعمل من أجل حياة أفضل. هذه هي الرسائل التي يبعث بها هذا المشروع. هذه الفكرة ولدت في سويسرا، وسولار إمبولس تجسد تميز تقنيات السويسرية وأيضا روح الابتكار. وسولار إمبولس مهمة لأنها عبارة عن مشروع تعاوني سمح لنا بالدفع قدما بالتقنيات المستدامة، وأنا واثقة أنه من خلال هذا النجاح ومن خلال تحقق هذا الحلم هناك الكثير من الشركات والباحثين والشباب الذين سوف يعملون من أجل نقل هذه التقنيات ومن أجل إلهام جيلا جديدا من الباحثين و العلماء. هذا النجاح ما كان أن يكون أو ما كان في الإمكان أن يتحقق من دونكم، وحان الوقت لكي نشكر كل الأشخاص الذين دعموا هذا المشروع. الدولة المضيفة، دولة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي ومصدر أبو ظبي التي انطلقت منها الرحلة وانتهت عندها البلدان المضيفة في مختلف أنحاء العالم. هذه الدول التي كانت لطيفة، ولقد سمعت ذلك من أندري وبرتران وكل الأشخاص الذين ألهمتهم سولار إمبولس. تحظى سولار إمبولس بالعديد من الجهات الداعمة، نود أن نشكرها جميعها، فمن دونها ما كان لي أن يتحقق هذا الحلم. نشكر الجامعات والمؤسسات ولاسيما الجامعة البوليتكنيك في لوزان، ورئيسها موجود هنا، وهو وقد ساهمت هذه الجامعة في الكثير من الأبحاث، وحتى هنا في رأس الخيمة. وأعتقد أننا في مجال الطاقة والاستدامة تمكنت دولة الإمارات وأبو ظبي من أن تسهم في هذه الجولة العالمية. أود أن أتقدم بجزيل الشكر للجميع على التزامهم الذي لا لبس فيه في هذه الجهود. لقد شعرنا بروح الفريق، لقد كان ذلك جليا اليوم. رأينا هذا الفريق من الشباب وأصحاب الخبرة الذين كرسوا عملهم من أجل سولار إمبولس، وهذا يعطيني أملا بالنسبة إلى الأجيال المستقبلية. من خلال هذه الروح يمكن أن نحقق الكثير من الأمور. السيدات والسادة، وقعنا في أبريل في نيويورك اتفاق باريس حول التغير المناخي. لقد تم توقيع هذا الاتفاق، ولكن تم التوقيع فقط، لن تتم المصادقة على هذا الاتفاق بعد، ولم يتم تطبيقه بعد. أمامنا الكثير من العمل في المستقبل. سولار إمبولس تنير لنا الطريق، توفر لنا فرصة
والآن على السياسيين أن يقنعوا الناس بأن العالم اليوم يملك الطاقة المتجددة، أن هناك كفاءة للطاقة، وأنه من خلال ذلك يمكن أن يتم تطبيق اتفاق باريس، ويمكن أن يتم تحقيق أهداف الحد من انبعاثات الكربون. لن يحصل ذلك يوم غد أو في الأيام المقبلة، بل بعد بضع سنوات. علينا أن أما الآن نحن نتحمل المسؤولية، كل مواطن يتحمل مسؤولية قطع التزام خاص، أن يكون لديه رؤية لمستقبله، لمستقبل أولاده، ونحن نتطلع إلى رؤية ابتكارات جديدة في دبي في إكسبو 2020. هذه هي الخطوة المقبلة للمنطقة، وهي خطوة مهمة، وأنا أعتقد أن سولار إمبلس والتقنيات السويسرية والباحثين من كل أنحاء العالم والمستثمرين والمؤسسات يمكن أن تحرز تغييرا، ونأمل أن نتمكن من أن نقوم بإسهام مبتكر في إكسبو 2020 الذي يمكن أن يكون المحطة الجديدة لكي نستكشف الآفاق. لابد من الحديث أيضا عن شعار إكسبو، والقول هنا أن بيتران وأندري قد تمكنوا من ربط العقول والأذهان وبناء المستقبل، وأنا ممتنة لكما، أنتما قد دخلتما التاريخ، أعتقد أنكما لا تدركان ذلك، ولكنكما بالفعل دخلتما التاريخ. شكرا جزيلا. السيدة نائبة رئيس الدكتور سلطان الجابر، نائبة رئيس سويسرا، شكرا جزيلا لكلمتكما، شكرا لكلمة أمير موناكو المعبرة واللي داعم لهذا المشروع. والحين أقدم لكم غريغوري بلات. You know the expression hot off the press when something was just made? هل رأيتم هذا الحدث منذ بضعة دقائق؟ بالطبع أفضل لحظات سولار إمبلس قد تم توثيقها، لم يطلع عليها أحد، إنها تعرض للمرة الأولى. نعرض عليكم فيديو غير مسبوق. Ladies and gentlemen, I invite you to look at the best of 2016. سادتي تفضلوا بمشاهدة أفضل لحظات عام 2016. Donne le go pour le départ de Solar Impulse. And this was a scene in Abu Dhabi. Dans ce journal
Hotel India Bravo, turning final, 02 right. Clear to land runway, 02 right. Thank you very much, Hotel India Bravo. Okay, Bertrand, readiness is done. You can proceed. All engines running, max power. May we lift them? Finally in the air again. Don't confirm, flight is cancelled. We go back to the tent, unfortunately, but that's life, huh? A lone pilot named Andre Borschberg is strapped into the tiny cockpit in a fragile solar-powered plane. And he's only about 1,000 kilometers away from his destination. Andre, if I can ask you how you're feeling after all that time, you broke a world record in terms of solo flight a few hours ago. How are you holding up? Well, first of all, it's absolutely magnificent to be up here and to have, you know, the opportunity to fly in. Fly day and night without fuel, the world, of course, can be much cleaner. I am inspired by your pioneering spirit. And while you are making history, we have also made the history today. More than 175 countries signed the climate change agreement. It's Richard. How are you? Well, it's a feeling that you know because you have personally made also these types of adventures. Good morning, Sevilla!
فارس البلسلة. إذن لازلنا نتابع هذه الصور مباشرة من المؤتمر الصحفي لعودة سولار إمبالس إثنان بعد متابعة فيلم لأهم محطات ولحظات رحلة طائرة سولار إمبالس حول العالم. In so many ways that words cannot explain. أثرتم فينا، أثرتم في العالم. لا تستطيع الكلمات أن تصف شعورنا. كنت أتحدث مع ميشيل هذا الصباح وقلت لقد قمتما بدفعي نفسيكما ودفعتمونا قدما معكما. لقد وضعت هذه القبعة من قبل والآن سوف أنزعها لكي أحييكم. شكرا. Good morning to all of you. صباح الخير لكم جميعا. As you can see, كما ترون, unbelievable moment in this project. إنها لحظة لا تصدق في هذا المشروع. Team. فريق لا يصدق. Partner. And I think شركاء لا يصدقون. هذه اللحظة. This morning was unbelievable as well for me. هذا الصباح كان لا يصدقا بالنسبة إلي عندما رأيتك تقترب مني بالاتجاه نفسه الذي كنت قد سلكته منذ 15 شهرا. لقد ذكرني ذلك بالحديث بيننا لأننا تحدثنا كثيرا خلال العام الماضي بشأن من يقوم بأي رحلة، وكان من الواضح أنك سوف تقوم بهذه الرحلة الأخيرة.
لأنك من راودتك الفكرة منذ 17 عاما عندما هبطت الرحلة في مصر بعدما دارت حول العالم من دون وقود. كان من الواضح أنه لابد من أن تقوم أنت بالرحلة الأخيرة كي تثبت أن الرؤية أصبحت حقيقة وهي حقيقة اليوم. Great emotions. إذن لحظات مؤثرة للغاية. But it reminds me also the time I heard. هذا يذكرني أيضا باللحظة التي سمعت فيها للمرة الأولى بهذه الفكرة المجنونة. لقد كنت حينها في فترة أعتقد فيها أن هناك مشروعا مهما ينتظرني وأنه سوف يغير حياتي لأنه عظيم، وقد جرى ذلك بالفعل. وكما ترون مر 13 عاما الكثير من المصاعب التي تواجهها والعقبات التي لابد من أن تتجاوزها، تلاحظ بعد فترة أنها مصدر للفرص. في كل مرة تتعلم أمورا جديدة، تستكشف وضعا جديدا يمكن أن يقودك إلى مكان آخر يوفر لك فرصة جديدة، وهكذا تمضي قدما وتخطي خطوات إلى الأمام، وهناك المكافأة في النهاية. المكافأة هي فخر وشرف أن نقود هذه الطائرة، طائرة سولار إمبولس. تخيلوا أنفسكم فوق المحيط، تنظرون إلى فوق ترون الشمس، وإن أشعة الشمس تلتقطها أجنحة الطائرة وتوفر لهذه الطائرة الطاقة الضرورية وتملأ البطاريات كي تتمكن من أن تطير خلال الليل وتحلق. إذن تخيلوا الأمر شبيه بالجلوس تحت أشعة الشمس عند الشاطئ، وهذا لم يتم تطويره من قبل قطاع الطيران بل من قبل شركاء شاركون الرؤية نفسها، وهي جعل العالم أكثر كفاءة في مجال الطاقة. إن الطيران خلال الليل بطائرة مثل هذا يتطلب كفاءة عالية جدا في مجال الطاقة، وكل الشركاء كانوا يتطلعون إلى تحقيق الهدف نفسه، وكل هذه التقنيات متوفرة اليوم. أردنا أن نثبت أن هذا الإنجاز يفتح أفقا كبيرة أمام قطاع الطيران. لنفكر بها بطريقتين: أولا أنها طائرة كهربائية مثل السيارات الكهربائية، ومن جهة أخرى نستخدم الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء أو للطاقة، وهي طاقة عالية الكفاءة، وهذه الكفاءة سوف نحتاج إليها في المستقبل. ولهذا السبب رأينا أن ناسا قد بدأت مشروعا جديدا لتطوير طائرة تعمل بالطاقة الشمسية، وشركة إيرباص أعلنت يوم أمس أنها قد اختارت أن توقف مشروعا لتطوير طائرة بأربعة مقاعد تعمل بالطاقة الشمسية واستبدال ذلك بطائرة بعشرين مقعدا تعمل بالطاقة الشمسية، لأنها خلت أن المشروع الأول ليس كفوءا وطموحا بما يكفي. نود أن نسهم بذلك، أن نكمل هذه المسيرة. يجب أن نفكر كيف لنا أن نسهم في تعزيز وتطوير هذه التقنيات. اليوم هو اليوم المناسب، أو ليس اليوم المناسب للتفكير في المستقبل، هذا اليوم هو يوم امتنان. امتنان للفريق، لكل هؤلاء الزملاء والأصدقاء
الذين تخلوا عن حياتهم الشخصية من أجل جعل هذا المشروع حقيقة. كل هؤلاء الشركاء الذين آمنوا بهذه الفكرة واستثمروا وقتهم وجهودهم. أود أشعر بالامتنان لكل هؤلاء الأشخاص الذين دعمونا طوال هذه الرحلات في كل البلدان، ولا تتخيلون كم من مئات الأشخاص ساعدونا في تحقيق هذا الحلم. وامتنان لزوجتينا ولعائلتنا. أحبك، شكرا. Good morning, dear friends. صباح الخير الأصدقاء الأعزاء. Today, اليوم. It's the moment that we were waiting for. هو اللحظة التي كنا ننتظرها وكنا نخشى ألا تأتي. When Andrei took off. عندما أقلع أندري في 9 مارس العام الماضي، بالنسبة إلي هذا اليوم كان اليوم الأصعب في المشروع برمته. عملنا طوال عام كامل مع فريق، وبدأنا تعاونا تحول إلى شراكة وانتهى بشكل صداقة أو أخوة، وكان يحدونا الأمل. أردنا بالفعل أن ننجح، وكانت اللحظة التي لم يكن لدينا أي فكرة إذا ما كان هذا المشروع سينجح. كنا نجهز الطائرة، نبحث عن الشركاء، نحلم بالمستقبل. كل شيء كان سهلا وبدا ممكنا، ولكن عندما رأيت أندري يقلع باتجاه الشرق، وكنت أفكر ربما سوف أعود من الجهة المقابلة لكي أحط رحالي هنا. كنت أفكر أننا ربما صابنا الجنون، خطر أن يخيب أملنا، ألا ننجح، أن نفشل كان كبيرا. لماذا نفعل ذلك؟ نفعل ذلك لأننا رواد، لأننا مستكشفون، لأننا نعرف في فريقنا أن هناك سبيلا واحدا لتفادي الفشل، هو التجربة. وعندما نرى حالة العالم اليوم، سيكون من الجريمة ألا نجرب، ألا نحاول جعل العالم مكاناً أفضل، أن نحسن جودة الحياة على هذا الكوكب، ونعتني بالبيئة، ونعتنق التقنيات النظيفة، ونكافح الفقر، ونؤمن الحوكمة الجديدة، والأبحاث الطبية، وحقوق الإنسان. كل ذلك يضمن مستقبلاً أفضل. إنها لجريمة ألا نجرب. كل شخص يمكن أن يكون رائداً في مجاله. بالنسبة إلينا كان الطيران مجالاً، بالنسبة إلى سلطان الجابر أمير موناكو كانت السياسة دافع عن آخرون، العلم، العائلة، المجتمع. يجب أن نجرب. وبعد عام ونصف العام، عندما كنت أدور حول البرتين، البطين عفوا، there has been an hour and a half of grace. كان هناك ساعة ونصف من الامتنان. لقد قطعت الخط الذي أقلع منه أندري. عرفت أننا نجحنا، ولكنني لم أحط بعد على الأرض. كنت أستمتع بهذه اللحظات، وعرفت أن باستطاعتي أن أتشاركها معكم في وقت لاحق. وحينها فكرت بأن كل شيء
ممكن. Why don't we dream more? لماذا لا نحلم أكثر؟ لماذا لا نجرب أكثر؟ وعندما هبطت الطائرة شعرت أنها البداية. كنت أقول ذلك منذ البداية. كانوا يسألونني ما هو مشروعك التالي؟ المشروع يبدأ في اللحظة التي تحط فيها الطائرة في أبو ظبي، واليوم حطت الطائرة في أبو ظبي. اليوم لدينا منصة موثوقة، لدينا تقنيات يمكن أن تستخدم أينما كان، وسائل الأعلام، المجتمعات، المواطنون، جميعهم يتابعوننا وممتنون لأننا نساعدهم في حلمهم. هذا هو المهم. عندما نرى نتيجة ما حققه الفريق لأنه وافق أن يحلم، وضعوا هدفا مجديا وأعطوا أنفسهم القدرة على تحقيق هذا الحلم. هذا ما يجب أن نفعله جميعا. ليس هناك من أي ذريعة لعدم القيام بذلك. اليوم سولار إمبولس سوف تواصل حياتها، سيكون هناك طائرات تعمل بالطاقة الشمسية ومركبات تعمل بالطاقة الشمسية، وسوف نحاول أن يكون هناك مجتمع دولي للتقنيات النظيفة مثل مجلس العالمي للتقنيات النظيفة. هو غير موجود، يجب أن نشكله لأنه لابد من أن نعطي للاعبين في هذا المجال السلطة، لأنه ليس لديهم هذه السلطة، هم منعزلون. لابد من أن يكون هناك حركة تقوم بتقديم المشورة للحكومة بشأن كيفية تطبيق هذه التقنيات الخضراء كما فعلنا بسولار إمبولس. الكثير يبدأ اليوم، هناك الكثير من الأمور الممكنة لأننا تجرأنا على المجازفة، وعندما تتجرأ على المجازفة تنجح. دعونا نذهب أو نترك هذا المؤتمر الصحفي بعبارة واحدة: ادفعوا قدما. الكثير من الأمور ممكنة، أكثر مما نتوقع. حاولوا أن تكونوا رواداً في حياتكم، حاولوا تحقيق أحلامكم، حاولوا أن تفكروا خارج الصندوق بطريقة مبتكرة بعيداً عن عاداتكم. هناك الكثير من الأشخاص الذين ما زالوا سجناء في طرق تفكيرهم التقليدية، ولذلك نعاني صعوبة بالمضي قدماً في العالم. إذا ما كنا قادرين على أن نكون رواداً في حياتنا، يمكن أن تكون الحياة مغامرة رائعة، ولن نحتاج إلى أكثر من ذلك. لن نحتاج إلى طائرة تعمل بالطاقة الشمسية لنثبت ذلك، لأنه سيكون من الواضح أن للحلم قوة، وذلك يمكن أن يتحول إلى حقيقة. شكرا جزيلا لمشاركتنا هذه اللحظة، سعدت بوجودي بينكم.